أسأل الله تعالى لي ولكم أن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة الحسين ولشعائر الحسين مع كثرة الأقلام المسمومة وما أكثر المشككين والحاقدين، ولكن شعائر الحسين وذكرى الحسين ستبقى إلى ما شاء الله. وقيل أن لو سنى لنا أن نموت ونقبر وبعد 1000 عام نعود إلى هذه الأرض لوجدنا أن ذكرى الحسين ومقامات الحسين وشعائر الحسين أكثر بكثير مما هي الآن. إذ عهد الله سبحانه وتعالى وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.